نشوف أمير هشام مع كابتن سامي قمصان، وبعد كده نستقبل أحمد ثابت وأحمد إيشو. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يعني قبل المران الأخير للنادي الأهلي واستعداداته الأخيرة لمباراة الغد أمام مونتيري في بداية ومستهل مشوار الفريق في كأس العالم للأندية، معايا في هذه اللحظات الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي. كابتن سامي برحب بك في البداية. أهلا بك هشام، وتحياتي لكابتن إسلام. طبعا أهلا بك كابتن. طبعا في البداية، بطولة مهمة في كل الأحوال، الأهلي متمرس فيها بشكل كبير، المرة السابعة مشاركة بالنسبة للفريق، لكن في نفس الوقت صعوبات كتير بتواجه الجهاز الفني، اتعاملوا ازاي في الموقف ده تحديدا من خلالكم؟ زي ما انت قلت طبعا صعوبات كبيره بتقابلنا، يعني سواء صعوبات قدريه، الاصابات اللي بتحصل لنا بشكل كبير جدا، او بقى طبعا عدم التنسيق زي ما انت شفت موعد البطوله، وكان ممكن تبقى البطوله في موعد ممكن بعد كده بشويه كانت هتبقى مناسبه لينا واللعيبه بتاعتنا تكون متاحه بالنسبه لنا، لكن في الاول والاخر زي ما كل مره بنكرر النادي الاهلي دايما بيفضل مصلحه مصر على مصلحته الشخصيه. يمكن عملها قبل كده في طوكيو برضه نفس القصه لما اتنازل على لعيبته المنتخب، لكن في الاول والاخر هنشتغل على المتاح بالنسبه لنا، وعندنا ثقه كبيره في ربنا، وعندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، عملنا اللي علينا. يمكن العدد برضه اللي احنا عملناه في قبل كده، ويمكن البطوله برضه الرابطه اللي احنا اشتغلنا فيها برضه قدمت لنا برضه ثلاث لعيبه تقدر تساعدنا دلوقتي النهارده، معانا حمزه ومعانا جبير ومعانا زياد ومغربي، فالحمد لله برضو من الحاجات اللي ساعدتنا شوية، لكن في الأول والآخر مستنين دعم جمهور النادي الأهلي، وعارفين إن هم مقدرين اللي احنا فيه، لكن احنا بنوعدهم دايما اللي احنا هنقاتل ونعمل أقصى ما لينا، سواء احنا أو احنا كجهاز أو كلعيبة، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يكتب لنا التوفيق. يعني اللعيبة بتجتهد بقى لفترة كبيرة جدا وتعبت، وأعتقد إن شاء الله ربنا يرضينا بإذن الله. بالتالي أكيد كان في تعامل نفسي وتهيئ نفسي للاعبين بشكل مختلف على عكس كل المباريات اللي بتبقى ظروفك فيها كويسة، مكتمل الصفوف، كل هذه الأمور. وآخر يعني الصدمات امبارح هي إصابة عمار حمدي، إزاي قدرتوا تهيئوا اللاعبين نفسيا قبل هذه المواجهة، وخصوصا إن احنا هنلعب فريق قوي؟ زي ما انت قلت طبعا الصعوبات اللي انت يعني برضو خلينا نلتمس العذر برضو للعيبه الموجوده دلوقتي، ان اللعيبه بقى لها فتره كبيره جدا ما لعبتش، فانت بتشتغل بقى من ناحيتين، يعني ناحيه فنيه وبدنيه وذهنيه وخططيه ودوافع وطموح واسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، فكل الحاجات طبعا دي محتاجه جلسات كتيره الراجل بيشتغلها. يمكن برضو الاصابه اللي حصلت للخواجه يعني، لكن رغم كل دوت الراجل برضو من خلال المحاضرات اللي بيعملها والزوم بيشتغل وبيبقى في وسط اللعيبه ويبقى معانا بيحضر للتمارين ويحضر للماتشات وبيتكلم مع اللعيبه، فاعتقد الحمد لله. وبرضو دور اللعيبه الكبيره اللي موجوده سواء رامي طبعا كابتن الفرقه او كابتن وليد سليمان، علي، هاني، اللعيبه اللي عندها خبرات، علي معلول طبعا اللعيبه اللي عندها خبرات، قفشه دلوقتي من اللعيبه طبعا الكبيره اللي بتتحمل المسؤوليه، وحسين نفس القصه، فاعتقد ان اللعيبه دي برضو لها دور كبير جدا، والاول والاخر ده قدر انت اتحطيت فيه لازم ودايما لازم تتعامل معاه، ودايما الحاجات القدريه دي ساعات ان شاء الله بتبقى بتجيب اثار ايجابيه، وده اللي ان شاء الله اللي احنا بنأمله ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، التوفيق. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي قبل 24 ساعه من انطلاق مباراه الفريق الاولى في كاس العالم للانديه. عرف كل الظروف وازاي كمان تم التعامل معها. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ودعوات الملايين من المصريين وايضا كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان اللي بتتاهب وبتترقب هذه الانطلاقه اللي باذن الله تكون مميزه بالنسبه لفريقنا.